Bonjour et bienvenue sur votre chaîne BAC TV Maroc. Donc, dans cette vidéo, on va commencer la première série d'exercices concernant le chapitre produits scalaires niveau tronc commun. Donc, premier exercice, ABC, un triangle équilatéral de côté A égale 5 et I, le milieu de BC. Donc, on dit, هذا مثلث ABC. مثلث متساوي الساقين منتصف الأضلاع و اي منتصف بي سي بروميرمون كالكولي بي ا سكالير بي سي نبغي نحسب لو برودوي سكالير دو بي ا اي بي سي لو فيكتور بي ا اي بي سي دونك بروميرمون كنتمنى انكم توقفوا ديروا بوز وتحاولوا تخدموا بعد ليكزارسيس وعاد تشوفوا التصحيح دونك كالكول بي ا سكالير بي سي للتذكير فقط إذا كان عندي دو فيكتور هكا واحد فيكتور U واحد فيكتور V إلا بغيت نحسب U سكالير V دونك شنو تندير هنا مثلا نقطة A هنا مثلا نقطة B هنا مثلا C كندير الإسقاط نتاع هاد النقطة كندير لو بروش دي أورتوغونال دونك عطيني هنا واحد بوان H دونك كندير الاسقاط نتاع واحد المتجهه على الاخرى ممكن ندير الاسقاط حتى نتاع لو فيكتور او على في كيف ما بغيتو دونك هاد المتجهه كناخذ الاسقاط ديالها دونك هي المسافه ا فوا متجهه اخرى كتبقى هي هذيك دونك سي ا بي فوا المسافه فوا لا ديستونس ا بي صافي دونك هنا خصني نعقل على هذا الشيء مزيان دونك هادشي اللي قلنا دابا غادي نحاولو نطبقوه باش نحسبو بي ا سكالير بي سي دونك بي ا لو فيكتور بي ا ها هو اي لو فيكتور بي سي هنا الى هنا بغيت ندير لو بروجيتي اورتوغونال دو بي ا سور بي سي حنا عارفين بان اي هو لو ميليو دو بي سي دونك اون ا AI هاد المستقيم AI ولا القطعة ولا نصف المستقيم AI اي اذا نوتور اي اون هوتور اون هوتور دو تريانغل ABC هذا ارتفاع في هذا المثلث بي سي دونك هنا عندي زاوية قائمة صافي دونك بي ا سكالير بي سي شنو غادي تكون بالنسبة لأي راه ارتفاع نتاع المثلث ا بي سي وفي نفس الوقت هو منصف هاد الزاوية او في كل شيء يعني كل منصف ارتفاع متوسط لحقاش المثلث عندي متساوي الأضلاع دونك بي ا سكالير بي سي إذا درنا الإسقاط نتاع هاد المتجهة بي ا على بي سي الإسقاط العمودي غنطيح في إي دونك بي ا الإسقاط ديالها هي بي إي دونك سي بي إي فوا لا ديستونس بي سي صافي دونك بي إي عندي لو كوتي هو خمسة دونك سي 5 سور 2 فوا 5 سي 25 سور 2 دابا بي ا سكالير بي سي بغينا من بعد بي ا سكالير بي اي بي ا سكالير بي اي بي ا سكالير بي اي دونك سي بي ا بي اي عندي اي هو لو ميليو دو بي سي دونك بي اي سي بي سي سور 2 ولا فوا فوا 1 سور 2 1 دومي بي سي دونك سي 1 سور 2 BA سكالير BC مي كان عندي واحد العدد هنا ممكن نخرجو برا دونك كتبقى ليا 1 سور 2 فوا BA سكالير BC درنا دابا سي 25 سور 2 دونك سي 25 سور 4 دوزيامون كالكولي AB سكالير AC اي ديدوير من نحسبو بعدا كينا AB سكالير AC AB سكالير
غادي نمشيو لهذا التعريف الثاني تاع البرودوي سكالير. الا بغيت نحسب بنايا ا بي سكالير ا سي وما بغيتش نستعمل لا بروجيتي اورتوغونال باش ندير الاسقاط العمودي. دونك سي لا ديستونس ا بي فوا لا ديستونس ا سي فوا كوسينوس نتاع هذه الزاويه اللي كاينه ما بين ا بي وما بين ا سي. دونك سي ا بي لا ديستونس ا بي فوا لا ديستونس ا سي فوا كوسينوس نتاع هذه الزاويه كوسينوس نتاع AB AC. Cette zone qui est là, bien les deux vecteurs AB AC. Donc c'est, on a dit ABC un triangle équilatéral. Donc ABC est un triangle équilatéral. Donc cette zone AB AC égal à pi sur 3 modulo 2pi. Ça fait donc AB scalaire C, c'est AB l'IA en la chmsa, fois AC l'IA chmsa, cosinus pi sur 3. Donc c'est 25, cosinus pi sur 3, voit 1 sur 2, donc c'est 1 demi. Donc c'est 25 sur 2. On déduire, AI scalaire AB. AI scalaire AB, on dit d'abord, مي ممكن نستعمل هاد لي برودوي سكالير اللي حيت من قبل نستعملهم هنايا. دونك اي ممكن انايا انا عندي هنا بي اي كما كتشوفوا كاينه دونك ممكن ندخل بي. دونك سي ا بي بلس بي اي نستعمل غير على قشه صافي اي هي ا بي بلس بي اي لو تو سكالير ا بي. غادي نخليكم لتحت الرابط نتاع الدرس الفقره تاع الدرس راه كاينه علاقه انا ممكن نستعمل لو ديفلوبمون. دونك سي ا بي scalaire AB plus BI scalaire AB. Donc AB scalaire AB c'est AB au carré plus BI scalaire AB et BA scalaire AB. Donc c'est BI scalaire moins BA. AB c'est moins BA. AB, le vecteur AB au carré, c'est la distance AB au carré. Il y a un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu. Donc c'est AB au carré. On a trouvé moins BI scalaire BA. Ça fait. Et BA scalaire BI, il y a BI scalaire BA. كاين هاد العلاقة عندنا في الدرس U سكالير V وغتلقاو حتى لا ديمونستراسيون عليها سي V سكالير U صافي. دونك نساوي دونك AB أو كاري سي 5 أو كاري موان BI سكالير BA اللي هي BA سكالير BI سي 25 سور 4. هنا غير كنبسط دونك نلقى هنايا 25 نحيد المقامات نلقى وحدة دونك هادشي لي غادي نلقى 75 سيغ 4. نشوفو دابا دونك أي سكالير أسي عفوا نسنجو هنا أي ديجا عندي دونك غنخليها أسي من الأحسن أسي هي اللي نستعمل فيها دابا على الشهر. دونك هي أي سكالير أبي بلس بي إي بي سي بلس بي سي. دونك سي أي سكالير دايما كاين بزاف الطرق باش نخدمو ماشي غير هاد الطريق. أي سكالير أبي بلس أي scalaire BC. Donc
اسكالير ا بي هي اللي هو اللي حسبنا دابا لقيت 75 على 4 اي سكالير بي سي اي ها هو سكالير بي سي كتلاحظوا بيناتهم كاين زاويه قائمه ما بين اي ما بين بي سي الا كانت بيناتهم زاويه قائمه ان برودوي سكالير تساوي صفر علاش حيت الكوسينوس نتاع الزاويه اللي كاينه ما بيناتهم تساوي صفر دونك هذا صفر دونك غيبقى ليا غير 75 على 4 troisièmement calculer la distance à i Donc, troisièmement, la distance à I. باش نحسب la distance à I, مازال غنستعمل هاد لو برودوي سكالير ديجا، ما كاين اي ممكن نستعملو حتى اللي حسبناه من قبل. On a à I سكالير à C، شنو غادي يساوي على حسب la définition C à I, la distance à I fois la distance à C fois cosinus ديك الزاوية اللي كاينة ما بين أي إي أ سي الزاوية اللي كاينة ما بين أي إي أ سي هادي هنا قلنا فاش يكون عندي واحد المثلث اللي هو متساوي الأضلاع هاد أي هاد القطعة أي ولا دومي دغوات ممكن نزيد نطول هاد أي راه هو الارتفاع المثلث وهو منصف نتاع ديك الزاوية وهو في نفس الوقت يعني الميديان رخيص ديال التخيونغل وهو حتى لا ميديان ديال لو تريونغ ميدياتريس في نفس الوقت اون بيسيكتريس اي اون اوتور دونك اي لو دومي دروات لا دومي دروات اي اي لا بيسيكتريس سي لا بيسيكتريس دو لانجل C'est la bisectrice de l'angle BAC. Voilà la bisectrice. Voilà mon ancien. Donc, AI, donc Xavier, on va trouver une pile là. Donc, AI scalaire AC, c'est AI fois AC fois cosinus pi sur 6. Donc, la distance AI. غادي تكون هي اي سكالير ا سي سور ا سي فوا كوسينوس بي سور 6 دونك اي سكالير ا سي دابا عاد لقيناه اي سكالير ا سي عندي هو 75 على 4 فوا من الاحسن غادي بحال هكا باش نحسب كل حاجه على خاطرها فوا 1 سور هادشي هنا ا سي هي 5 Et cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. 75, je vais faire le l'ahsan, il y a 15. Donc, on va faire le 5 ici et le 5 ici. On va faire 2, on va faire le fort ici. On va faire le 1 et le 2. 4, il y a 2, 2. On va faire le 2. Donc, je vais faire le 15. على 15 فوق على 2 جدا مربع 3 هي 5 مع 5 مشات جدا 2 مع 2 هذه مشات بقى لي هنا فوق 15 على 2 جدا مربع 3 سي لا ديستونس اي كنتمنى انه يكون واضح ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2 دونك ليكزارسيس نيميرو 2 On a la norme de vecteur U égale 5 et la norme du vecteur V est 3. On dit le produit scalaire de U, V égale moins 3 sur 2. On va utiliser la norme de U plus 5 V. On va utiliser l'identité remarquable dans lequel متطابقه هامه عندي u plus v le tout au carré هي لا نورم ديال ديك لو فيكتور لو تو او كاري هي كيما العلاقه كيما كنشوفوها انا عندكم دونك نفس الشيء انا بغيت دابا نحسب هاد لا نورم هادي u plus 5 v ديال المجموع ديال هاد جوج متجهات لا نورم تاعها دونك u plus 5 v لو تو او كاري باش العلاقه انا عندي فيها لو كاري دونك سي ناخذ لا نورم ديال المتجهه الاولى
au carré plus 2 fois U scalaire 5V. Ça fait plus متجه اخرى هي 5V le tout au carré. Bon, parce qu'il y a U au carré, il y a 5 au carré plus 2, 5, mais il y a un le produit scalaire, donc 2 fois 5, c'est 10, U scalaire V, c'est moins 3 sur 2, plus, il y a un peu de au carré, 5 au carré, il y a un peu de salaire, il y a un peu de manger, donc c'est 25 fois V au carré, c'est 3 au carré. دونك 5 هي 25 زائد نختزل شويه 10 5 في 2 نمشي تبقى لنا ناقص 15 هنايا زائد 5 في 9 45 و 2 في 9 18 4 دونك هنايا 5 في 9 45 و 2 في 9 18 18 و 4 22 دونك اللي جمعنا كل شيء يبقى 5 5 15 ناقص 5 هي 5 2 22 24 ناقص 1 23 alors la norme de u plus 5v le tout au carré ماشي le carré on le حي le carré c'est racine 235 بنفس الطريقه غادي نكملوا حتى هذه بنفس الطريقه كنحاولوا لكم تكملوا عليها وحتى هذه غادي نطبقوا المسابقه لها المرحله الاخيره دونك ناخذوا لا نورم دو 3 u لو تو او كاري موان لا نورم دو 2 v لو تو او كاري كنتمنى انه يكون كان واضح غنخلي لكم اللي من بعد مع المورا ان شاء الله تخدموها راسكم ومع انه في الفيديو القادم تخليوا لي التعاليق وتقولوا لي شحال خرج لكم في هذا اللي خليت لكم تخدموهم هذه مع هذه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.